دخولك على النادي الاهلي جيل من افضل الاجيال، دي حقيقة. بس انت يعني ربطت جيلين تقريبا ببعض يا وليد. هو اعتبر ثلاث اجيال يا ثلاث كابتن، اجيال. ثلاث اجيال. نعم. الجيل الكبير جيل طبعا ابو تريكه وبركات وجمعه وشوقي وغالي، مش عايزه يعني، هم طبعا كباتن كبار مع حفظ الالقاب يعني. والجيل الثاني بتاعنا اللي هو انا ومتعب، وان هو جيل واحد يعني، سن واحد، واحمد فتحي وشريف اكرامي وعبد الله، ده الجيل بتاعنا. وبعدين الجيل الاخير اللي انا بطلت في وسطهم كان عمرو السوليه وحسين الشحات والمتواجدين دلوقتي يعني، مصطفى شوبيرلي ومصطفى كمان. شوبير طبعا. لا ده نعم. اخويا الصغير طبعا. نعم. وكان طبعا شناوي، وكان سعد سمير من ضمن برضو الجيل القديم خالص يعني. طبعا الجيل الكبير جيل عظيم يعني، كنت اتعلمت منه حاجات كتير جدا. بس كانت في حاجه بالنسبه لي، دي كانت اهم حاجه ليا في النادي الاهلي. نعم. انا كنت جاي اسم كبير ولعبت منتخب قبل ما اجي النادي الاهلي، وجاي حاسس بنفسي شويه. حاسس بنفسك ان انا رغم انه حلمك ان انت تيجي النادي بس الاهلي. وانا جاي برضو اسم كبير، ايوه كلهم طبعا. كلهم زمايلي في المنتخب. ايوه. لقيت ان في مستر مانويل جوزيه قال انا عايز اقعد معاك. قال لي حاجه كابتن غيرت كل حاجه فيا. قبل ما انزل الملعب قال لي انا عايز اقعد معاك وليد، مش معنى ان انت لعيب لك اسم بقالنا 4 سنين عايزينك، انت مالكش رصيد عندي يعني. الحركه مالكش رصيد عندي. الحركه الشهيره بتاعته كان يعمل زيرو. زيرو، قال انت رصيدك زيرو. اوبا. انا اللي ماشي من النادي الابدا هيكون ابدا ليه رصيد عندي، انت لسه ما عملتش حاجه. دي خلتني نزلت الملعب يا كابتن كلت النجيل. عايز اعمل رصيد. ما هو الناس اللي يعني، رصيدك صفر صح؟ انا رصيد صفر، انا يعني اللي عملته في بتروجيت وانبي ورحت منتخب، ده مش الاهلي ملوش علاقه بيه خالص. نعم. انا عايز اوصل لحلم، حلم حياتي، بس لسه صفر. هي دي اللي خلتني غيرت من شخصيتي، اسلوب لعبي. انا في بتروجيت وانبي كان دايما الفرقه بتعتمد عليا في الحته الهجوميه، ايوه. الحته الدفاعيه مش ملتزم بيها قوي. نعم. لما جيت الاهلي لا، ابتديت التزم، ابتديت اخد تعليمات من اللعيبه الكبار وهم اصحابي المنتخب، حتى طريقه كلامي بقت اقول يا كابتن يا كابتن يا كابتن، لدرجه ابو زي تريكه، مين؟ ابو تريكه وشوقي كابتن ايه يا ابني ركز. لا انا ما يعني، دي الحته دي اللي خلتني يا كابتن ابتديت اركز ان انا عايز يبقى ليا رصيد في النادي. نعم. اشتغلت كويس جدا في النادي، ما كانش فيه يعني وقت ان انا اهزر وقت، لا انا كنت بستفاد بكل دقيقه مع اللعيبه الكبيره، مع اللعيبه المسؤوله، اتعلمت منهم مسؤوليه، اتعلمت منهم حاجات كتير جدا، اتعلمت منهم ان انا ما اخسرش، اتعلمت منهم ان انا لو لا قدر الله حصل حاجه